تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعين 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. طيب، فريق العمل معانا اليوم في التنسيق نجاة السويدي، في الإعداد نور نزال، وفي الإخراج عيسى سبيل. أنا ببتدي معاكم بخبر يعني نشر في البيان اليوم، كان من إعداد الزميل سيد صالح، يقول باتت مواقع التواصل تزخر بآلاف القنوات والحسابات الشخصية فضلا عن المدونات التابعة لأشخاص مؤثرين أو هم يدعون ذلك، يطلون علينا يوميا بنصائح منهمرة كالسيل عن الأنماط الغذائية السليمة التي يجب علينا اتباعها، الحميات المناسبة لأجسامنا، أفضل التمرينات الرياضية التي تضمن لنا الاحتفاظ بلياقتنا البدنية في أعلى مستوياتها. ولكي يقنعنا المؤثرون بصحة ما يسدونه إلينا من نصائح ويروجون لبضاعتهم، يحرصون دوما على الظهور بملابس رياضية، وهم يزاولون التدريبات البنية أو وهم يأكلون الطعام الذي يدعون أنه صحي. وينبري المنبهرون بالتواصل الاجتماعي وبالمؤثرين لاتباع تلك النصائح لتأتي المفاجأة، النصائح خاطئة. نشر صحيفة اندبندد البريطانية تقريرا أمس عن الموضوع، ونصحت فيه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد تماما عن المؤثرين ونصائحهم فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية. واستشهدت الصحيفة في تقريرها بدراسة صادرة عن جامعة غلاسكو الاسكتلندية التي أكدت أن 8 من كل 9 نصائح غذائية يسديها المؤثرون إلى متابعيهم عبر التواصل الاجتماعي، أي بما يعادل تقريبا 88%، خاطئة ولا تستند إلى أي أساس علمي. ورصدت الدراسة القنوات والحسابات الشخصية والمدونات لأشهر المؤثرين المتخصصين في النصائح الغذائية واللياقة البدنية، ليس على مستوى اسكتلندا فحسب، وإنما على مستوى المملكة المتحدة بكاملها. وقالت كريستينيا الصباغ قائدة فريق البحث الذي أجرى الدراسة، اكتشفنا أن غالبية النصائح المقدمة لمتابعي تلك المنصات لا ترقى إلى مستوى النصائح العلمية، ولا يمكن اعتبارها موثوقة، بل على العكس فهي في كثير من الأحيان تأتي بنتائج عكسية. وأضافت الصباغ قائلة، اليوم بات بإمكان أي توم ديك أو هاري، يعني عبود خماس حمود، أي حد أن يخرج على الناس بمنشور ومقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي يقول لهم فيه ما يشاء من دون رقابة ويصدقونه ويتبعون نصائح الناس. طيب، أنا عندي عبر الهاتف دكتورة عفرة، لا بعدها، زين شوفي أي شوفي إذا موجودة. أي طيب، باخذ عفرة بن كتة أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة اليوم، هي موضوع التسوق الغذائي لشهر رمضان، لكن أنا بعلق على هذا الخبر. سمعتي عفرة؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم يا هلا مستمعينا اليوم. سمعتي الخبر اللي قريته توه؟ أي نعم سمعته. أنزين، أنا بأخذ تعليقك على هذا الخبر. هذا الكلام على فكرة يا جماعة الخير الدراسة في بريطانيا، يعني اللي عندنا هني يعني أعوذ بالله، يمكن على معلومات خاطئة، يمكن هذيل إذا 8 من 9، أنا أعتقد 9 من 9 يمكن المعلومات الغذائية اللي يطرحونها المؤثرين تكون خاطئة. شو رأيك أنت؟
طبعا الميديا تشمل ناس متخصصين وتشمل ناس غير متخصصين. فلازم احنا نعرف باختياراتنا، نعرف الناس منو هم اللي هم كواليفايد، اللي هم عندهم شهادات سيرتيفايد، هم عندهم شهادات تخص التغذية، وبالتالي نروح احنا نتابعهم از فلور ونتعلم منهم نستفيد. لكن هني لازم تعرف مين الشخص اللي انت تتابعه. نعم. طيب اليوم انت عندك موضوع التسوق الغذائي لشهر رمضان. نعم. أي هذا طبعا احنا عارفين ان السيطرة على اللي احنا نتناوله من الاطباق المتنوعة في شهر رمضان يعتبر يعني شيء صعب. نعم. نظرا لاجتياح الاعلام وشركات الاغذية في ترويج المواد الغذائية والوصفات، دائما نشوف برامج الطبخ والمواد وعرض المواد الغذائية، فالصعب صعب الاختيار لهذه الاطباق، وبالتالي هذا كله ينعكس على سفرة رمضان اللي احنا عندها للعائلة. فشوف هذا التنوع الإعلامي اللي إحنا تغذينا فيه ينعكس على سفرتنا في النهاية، وهذه السفرة تكون جزء منها أطباق صحية ما ننكر هذا الشيء، وجزء منها يكون غير صحي، وهذا اللي إحنا ما نبغى نوصل إليه. ولكن ببعض من التوجيهات يمكن تجي العادات الغذائية الصحية خلال شهر رمضان، إحنا مش بس نبغيها في شهر رمضان، لكن الإنسان لما يبدأ الشيء صح يكمل الصح اللي هو فيه. وبشي تبدأ الخطوة الأولى من هذه القائمة، يعني إحنا كيف نبدأ بالشراء بقائمة مشتريات المنزل. إذا إحنا مسكنا أن تكون هذه المشتريات صحيحة، إذا إحنا ضمننا يكون الإعداد والسفرة تكون في النهاية صحية. جميل. وذلك عن إحنا مثل ما قلنا يكون عن طريق التسوق الذكي. التسوق الذكي له عدة خطوات، خطوات جدا بسيطة إذا الشخص هذا تعود عليها، فبتكون في رمضان وغير رمضان يتبعها. نعم. اول شيء لازم يكون الانسان قبل ما يدخل السوبر ماركت او الجمعيه يعد قائمه الاغذيه اللي هو يبغى يشتريها. لما انت تكتب كل انواع الاطعمه اللي انت تبغى تشتريها، بالتالي ما تحط في الورقه غير البدائل الصحيه، تحط الاشياء الصحيه في الورقه. احنا بكذي لما نحدد القائمه قبل دخولنا الى الجمعيه، فاحنا هني عملنا حفظ للميزانية، ميزانية الجمعية، بحيث أن ما نصرف أكثر عن احتياجنا. وثاني شيء متأكدين أن اللي كتبناه فهو قرارنا صحيح في اختيار هذه المواد الصحية والاقتصادية بالنسبة لنا على حسب ميزانيتنا. ثاني شيء أنه لما أدخل السوبر ماركت لازم ما أكون جائعة أو صائمة، يعني التسوق يكون في فترة الإفطار بعد الإفطار، ما أدخل السوبر ماركت وأنا جائعة، لأن الاختيارات تكون عشوائية وغير صحية. أشيل من أي شيء لأن نحاسب جوع، فردة الفعل الطبيعية من جسم الإنسان أن أي شيء يلمحه بالصور الموجودة الدعائية الموجودة على الأغلفة الأغذية، بس خلاص هذا عجبني أحط في عربة التسوق، فأنا قدر الإمكان أروح أني أنا شبعانة في مرحلة التسوق، فما أروح وأنا جوعانة على أو صائمة إلى الجمعية. ثالث شيء قبل ما أخذ أي شيء من الجمعية لازم أكون أعرفها هاي الجمعية، أكون ماخذ راوند فيها، دائرة فيها، شايفة الأرفف، شو الأغذية الموجودة الجديدة المحطوطة فيها. لأن وقت اختيارنا للأغذية دائما نشوف البدائل، يعني مثلا أنا رايحة أخذ عيش مثلا، ففي البدائل، فلازم اخذ جوله عشان اعرف افضل بديل لي انا. راح اخذ البان اشوف البدائل من الالبان، شو الالبان اللي ضايف لها مثلا فيتامينات جديد ظاهره في السوق، شو الالبان اللي ضايف لها البروبكتين البكتيريا النافعه، فابدا اركز على البدائل الصحيه الاكثر لهذا المنتج. انت احنا ناخذ نفسه في الجمعيه. ثالث شيء تعرف على نبدأ أول شيء باللي هو كورنر الأرز. أول شيء لازم نروح على الرفوف اللي يتابع المواد الجافة أو الناشفة مثل الأرز والحبوب بقوليات السكر، أخذ احتياجاتي منها. بعدها أنتقل على كورنر أو الرفوف الخضروات والفواكه الطازجة عشان أخذ احتياجاتي من الفواكه والخضروات. بعدها يكون عبوري سريع على اللي هو الرفوف الخاصة بالمواد المعلبة، واللي احنا ننصح وايد ما ناخذ منها، اللي هي محتوي على مواد حافظة، تحتوي على أملاح عالية، تحتوي على دهون عالية. لكن في بعض الاحتياجات لنا منها مثل عندك طماطم الصلصة وغيرها الزيوت،
فإحنا محتاجين بعد من هذا الكورنر بس نحاول قدر الإمكان أن نخلص بسرعة ونمر عليه. يليه اللحوم والألبان وبشي أنا أكون غطيت احتياجاتي بس خذيتها بشكل صحيح، يعني ما أتوجه للكورنر يكون في قيمة غذائية أقل وأخذ منه أكثر لأنه أول واحد بديت فيه، لا أبدأ في الصح وشوي شوي شوي لما أخلص. ولازم ما نعرفها طبعا، أهم شيء لازم ما ننسى أن نقرأ البطاقة الغذائية الموجودة على المواد اللي إحنا نشتريها، نشوف فيها تاريخ الصلاحية، نشوف طريقة حفظها برا ولا داخل بعد فتحها، نشوف فيها القيمة الغذائية اللي عالية خصوصا أن حالات مرضية أو للأطفال متحسسين من شيء معين، نشوف إذا هاي فيها نوع من المواد اللي تحسس الأطفال إذا عندنا في البيت، نشوف إذا عالية الصوديوم عالية السكر، فيتم اختيارنا لأفضل نوع من هذه المواد عن طريق البطاقة الغذائية. وهذا شيء بشكل بسيط نروح نتسوق بطريقة صحية وأفضل. طيب الأوفرات اللي يسوونها هذه الإعلام الإعلام والترويج المواد الغذائية، لكن في النهاية الحكم أنا حاطة لستة، حاطة كل المواد الغذائية اللي أنا أحتاجها في البيت فأتقيد فيها قدر الإمكان. ساعات بقولكم بعد أنا بعد في ترك معين يسوون يحطوا لكم اللي في الوجه دائما اللي بيكون تاريخ انتهاء الصلاحية الاكسباير داي بيكون يعني قدام، فانتوا لو تنفشون شويه داخل بتحصلون شيء يعني صلاحيته اطول. اذا انا بستخدمه خلال يومين او ما اخذ لي مثلا علبتين منه فمو مشكله اني انا اخذ اللي في الرف الاول اللي بيكون قدامي يعني على طول، خصوصا الالبان هاي اللي تخلص بسرعه مثلا. اما اذا انا عندي بلان او عندي خطه اني انا اخزن لمده اسبوع فلازم أحاسب من تاريخ الصلاحية. أيضا يا جماعة الخير ترى رمضان شهر واحد، يعني ما في ولا عندنا أزمة غذاء ولا شيء، اللهم لك الحمد نحن في بلد خير، فالواحد يعني لا يهجم وياخذ أغراض كان خلاص يعني الأكل بيخلص أو المنتجات كلها بتخلص، لا خلكم يعني عادي. لأن هذه النوعية ما تكون عندهم طريقة مخططة للشراء، يعني رايحين بشكل عشوائي، أيوة إحنا نبغي لرمضان نبغي كذا وكذا بشكل عشوائي، ما عندهم لسه مخططة للأشياء اللي البيت يحتاجها. صح، والحين بعد كل شيء غالي صراحة. أكيد. والله أول 500 درهم تترس العربانة، الحين هاي العربانة كم تدفع عليها عيسى؟ 2500 الحين؟ هذا الارتفاع عالمي، يعني ارتفاع عالمي في البترول في كل شيء، فينعكس على السلع الغذائية العلف المواصلات كذا، فينعكس على مو موضوع لأن نحن مال الصحة، هذا نحن نقولكم يعني الواحد يتكلم عن الصحة ما نبغى ندش شوية في الاقتصاد لأنه بياخذنا في مجالات ثانية مختلفة. عموما صحيح. أنا شاكر لك أستاذة عفرة بن كتة على هذه المعلومات القيمة والفقرة الجميلة جدا، يعني إن محتاجين نحن نتحدث عن هذه المواضيع. شكرا جزيلا أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي عفرة بن كتة. شكرا. مستمعينا نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. لكم أنا يارس اندمجت في شغلة، عيسى يذكرني ألو ما نطلع الهواء وأنا سرحان ما أدري وين، فصدمت إلا عيسى يقول لي ما نطلع الهواء، قلت أي والله يا أخي سامحني ما أدري وين سرحت. عموما ما نتكلم الحين عن حملة سوتها هيئة الصحة بدبي وبتستمر إن شاء الله على مدار العام، هي حملة دبي بلا سي. معي عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالإنابة. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح الخير والنور والسعادة. يا هلا. اليوم يعني نتكلم هيئة الصحة بدبي نظمت هذه الحملة، خلينا نعرف تفاصيل هذه الحملة، يا ليت إذا تعطينا نبذة عامة عنها، وشو يعني دبي بلا سي؟ أول شيء خلني أقول لك ليش إحنا اخترنا حملة دبي بلا سي. الرؤية اللي إحنا بنينا فيها هذه الحملة، رؤيتنا كانت إن إحنا بنساهم في الأجندة الوطنية لدبي 2021
ان احنا نحقق مستوى رعايه متكامله لجميع السكان، الى جانب ان احنا بعد بنحقق اهداف منظمه الصحه العالميه في القضاء على مرض الكبد الوبائي بحلول عام 2030. وبعد احنا بعد بنساهم في القضاء على هذا المرض في دولة الامارات، وما ان دولة الامارات دائما سباقة في كل هاي الاشياء، فاحنا يعني اتخذنا هذه المبادرة. ادارة حماية الصحة العامة اخذت التوجه هذا وقامت باطلاق حملة اطلقنا عليها دبي بالعفيف. أخوي محمود، الأهداف الحملة هذه إن إحنا عنا أربع أهداف. الهدف الأول إن إحنا نزيد وعي المجتمع عن هذا المرض. هدفنا الثاني إن إحنا نزيد وعي المجتمع بعد مخاطر هذا المرض. وبعد في نفس الوقت إحنا بنسوي الفحص المبكر، الكشف المبكر عن طريق الفحوصات في حملاتنا، إلى جانب أن إحنا بعد بنساهم وبنساعدهم ونوفر لهم الدعم المعنوي في رحلة العلاج لهم. نعم. هذه أهمية هذه الحملة، يعني نقدر نقول أن الأهمية تنبع من هذا الموضوع. لكن أنتم منو تستهدفون من خلال هذه الحملة دكتورة؟ إحنا نستهدف جميع سكان دبي، مواطنين ومقيمين اللي أعمارهم فوق 18 سنة بدون استثناء. احنا توجهنا لجميع السكان. نعم. طيب، نحن قلنا ان هذه الحمله ان شاء الله بتستمر على مدار السنه، فتعطينا تفاصيلها دكتوره. بس احنا حابه اضيف بعد ان احنا بعد يعني سوينا هذه الحمله بناء على قرار اصدره معالي حميد البطامي في 2018 ان هذا العلاج الكبد الوبائي فيه سوف يدخل ضمن مظله التامين الصحي. فقبل أخوي محمود الناس كانت تدفع لهالعلاج، الحين كل إنسان، كل شخص عنده تأمين صحي في دبي سوف يتمكن من الحصول على هذا العلاج مجاني. فبعد هذا الشيء بعد ساعدنا إن إحنا بعد نطلق الحملة في هذا الوقت. أرجع لسؤالك، إن بس تذكرني بسؤالك أستاذ محمود. نحن قلنا يعني الحملة إن شاء الله بتستمر على لين نهاية العام، يعني بس نبغي نعرف الجدول مالكم، وين بتكونون، شو بتسوون، شو الخطة اللي في بالكم؟ الخطة اللي في بالنا تعتمد على ثلاث محاور. المحور الأول إن إحنا نسوي التثقيف الصحي، وهذا يشمل جزئين. الجزء الأول إن إحنا دربنا العاملين اللي راح ينزلون في الحملات الميدانية من الطاقم الطبي والتمريض. احنا عملنا لهم وركشوب، ورشة عمل دربناهم على هذا الحملة. والشق الثاني من التثقيف الصحي المسجات اللي راح تطلع في شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا هذا جدا مهم ان احنا نختار بعناية احنا شو نبي نقول للناس وكيف نثقفهم وكيف نوعيهم عن دكتورة هذا. أنا اللي أتكلم عنه دكتورة يعني في عملية التوعية والحملات اللي بتصير يعني على أرض الواقع، وين الناس ممكن يستفيدون من هذه الحملات، طبعاً. وين الأماكن اللي أنتوا بتكونون فيها، هل بيكون في تطعيم، في شغلات، في أشياء معينة ممكن الناس يحصلونها من خلال هذه الحملة؟ لا، المحور الثاني من خطتنا اللي هي الحملات الميدانية. الحملات الميدانية إحنا نستهدف جميع الجهات الحكومية، بنسويها في جميع مراكز الصحة الأولية التابعة لهيئة الصحة، بنسويها في جميع المستشفيات اللي تابعة لهيئة الصحة، وبننزل بعد لمخيمات السكن العمال. يعني إحنا عندنا خطة متكاملة على مدار السنة بجدول معين، متفقين مع جميع الجهات الحكومية، متفقين مع المستشفيات والمراكز، لنا جدول معين بننزل فيه. إحنا شو بنسوي في هذه الحملات؟ إحنا في هذه الحملات أول شيء بنوعي الناس عن هذا المرض، شو هذا المرض وشو يسوي وشو بنسوي. وبعدين الشق الثاني بنسوي لهم فحص مبكر. هو عن طريق ناخذ نقطة من الدم مثل أي فحص عادي للسكر اللي كل حد يعرفه، ناخذ نقطة من الدم ونحطها في جهاز شريط بسيط. أوكي. وتطلع النتيجة الأولية في خلال 5 دقائق. أوكي.
إذا كانت النتيجة سلبية هذا معناته أن الإنسان خالي من مرض الكبد الوبائي. جميل. إذا كانت إيجابية هذا معناته أنه هو عنده هذا المرض بس مش متأكدين 100%. عسب كذي بعدين إحنا نحوله لمراكز التميز في مستشفى راشد. نعم. لعمل الفحوصات التفصيلية أكثر. ونوفر له العلاج اللي هو مجاني مثل ما قلت لك. وبعدين مستشفى راشد بتتابع حالته وبتتأكد أنه كمل على العلاج، وعقب فترة من العلاج اللي هو يستمر من شهرين لثلاثة أشهر فقط، وعلاج جدا بسيط عبارة عن حبوب يأخذها كل يوم من شهرين لثلاثة أشهر ماكسيمم، ونسبة العلاج من هذا المرض توصل لأكثر من 95%. جميل. أنا أبغي يعني أنوه إلى مسألة دكتور أن الكشف المبكر وايد مهم في موضوع العلاج دائما، يعني مثل ما ذكرتي 95% نسبة كبيرة للشفاء من هذا المرض من خلال الأدوية المطورة المضادة لمثل هذه الفيروسات، بس ضروري أنك أنت يعني ما تخاف من هذا الفحص. في بعض الناس يخافون من هذا الفحص وما يبغون يسوون هذا الفحص. هذا الفحص جدا آمن والعلاج متوفر وما في داعي ومجانا، يعني جزاه الله خير. يعني هيئة الصحة بذلت جهود جبارة ان تخلي تضم هذا العلاج في ضمن التأمينات الصحية، يعني هذا جهد جدا كبير الهيئة سوتها. وقبل أخوي محمود العلاج كان جدا متعب، يستمر لسنتين ثلاث صح، وعن طريق إبر ويستلم. الحين يعني الطب تطور ووصلنا لحنا لدرجات عالية من التطور والتقدم، صار العلاج جدا بسيط، حبوب بسيطة يأخذها كل يوم من شهرين لثلاثة أشهر، ونسبة الشفاء منه فوق 95%. فهذه فرصة يعني للكل، وما في داعي أي الواحد يخاف أو يحاكي، لأن إذا اكتشفنا أنه في مرض لا سمح الله العلاج متوفر. وفي وايدين كانوا يسألون هل إحنا بنتسفر وما هذه الأشياء، طبعا جد لا أبدا، يعني هذا العلاج إحنا نقدر المرض نقدر نسيطر عليه، والعلاج متوفر ومجاني وضمن باقات التأمين الصحي. نعم نحن يعني وطبعا هذا العلاج ما له، هذا المرض ما له تطعيم، فأفضل طريقة للسيطرة على هذا المرض أن نوعي الناس ونسوي لهم الفحوصات المبكرة هذه، الكشف المبكر. طيب دكتورة على عجالة، شو أفضل سبل الوقاية من هذا المرض؟ سبل الوقاية أن طبعا طريقة نقل المرض هذا عن طريق الدم، ينتقل عن طريق الدم، فأنت طريقة نقل المرض هذا أنك أنت تكون على تواصل بدم الشخص المصاب عن طريق مشاركته للإبر، عن طريق إجراءات طبية غير معقمة، عن طريق نقل الدم، هذه الأشياء. وايدين كانوا يسألون هل بينتقل المرض مجرد ما أنا مثلا لمس إيده أو أنا قعدت معه؟ لا طبعا، المرض ما ينتقل عن طريق التواصل أنك أنت تسلم عليه أو أنك أنت يعني تشرب من نفس الكوب، لا طبعا، النقل المرض هذا يكون فقط عن طريق الدم الملوث. طيب نحن شاكرين لك دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذه المعلومات، وإن شاء الله منواكب معاكم هذه الحملة أولا بأول. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا. إذن نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتحدث عن يعني عندنا اليوم العالمي، يوم العمال العالمي اليوم، فما نتكلم عن بعض الفعاليات اللي موجودة، أيضا ما نتحدث عن الكثير من الأمور الخاصة بمفهوم الصحة المهنية مع الدكتور كاظم العبدلي مستشار أول صحة عامة في هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. هني رسالة تقول أنا لما أشرب شاي أخضر أحس بالعطش، فهل تنصحوني بشربه بعد الأفطار؟ قبل الأفطار أنت صايم، شو قبل تشرب؟ صح ولا
ولا تقصد بعد الفطور مثلا؟ ما ادري، لكن ما ادري. عموما اي مرض، ما ادري اذا كنت تتكلم عن الفقره اللي طلعنا فيها مع الدكتوره هند، كنا نتكلم عن التهاب الكبد الوبائي سي. هذه حمله سووها اسمها دبي بلا سي. عموما نحن نحتفي حقيقه بيوم العمال العالمي، وفي فعاليات كثيره تقوم بها الهيئه في هذا المجال تقديرا لهذه الفئة اللي يعني تعطي الكثير من الأمور لنا. أيضا الحملة الهيئة تشتغل فيها على أن نسيت والله شعارها، كان شيء مثل سلمت هذه الأيادي أو شغلة كذا، ما أتذكر الشعار والله، ما يحضرني الحين. ولكن معايا في الاستوديو الدكتور كاظم العبادي، أخصائي طب عام أول بإدارة الصحة العامة والسلامة في هيئة الصحة بدبي، مستشار أول صحة عامة. دكتور، نحن موضوعنا الرئيسي، وش صباحك الله بالخير. صباح الخير. نحن موضوعنا الرئيسي بنتكلم عن مفهوم الصحة المهنية بما أن نحن نتحدث، وأيضا نربطها باليوم العالمي للعمال، ولكن الصحة المهنية مفهوم عميق جدا. يا ليت تعطينا بس يعني المفهوم العام والديفينيشن الخاص بالصحة المهنية. نعم، كما أشرت الصحة المهنية جدا جانب مهم جدا في الصحة أو في الحياة المجتمعية، لأنه شريحة كبيرة من المجتمع هي موظفين أو عمال. أقدر أختصر لك مفهوم الصحة المهنية اللي هو يهدف إلى حماية العاملين أو الموظفين في بيئة عملهم أو منشآتهم من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب عن إصابات أو وفيات أو تلف المنشآت. الهدف هو أن نكون نحافظ على سلامة مجتمعنا، نحافظ على سلامة الآخرين في هذه المجتمع. طبعا هي عبارة عن مسؤولية مشتركة يرتبط فيها الجميع. جميل. دكتور، أنت يعني اليوم نحن نتحدث عن الربط ما بين مفهوم الصحة العامة والصحة المهنية، فشو هو الرابط بينهم؟ هناك ربط كبير بين الصحة العامة والصحة المهنية. هناك دول عالم مختلفة عندها نماذج خاصة، قسم منها تكون الصحة المهنية تحت الصحة العامة أو تكون هناك فصل بيناتهم. لكن الصحة العامة هو عبارة عن علم آخر، هو من أجل حماية المجتمع أو وقايته من الأمراض، من أجل إطالة الحياة للأعمار للناس أو السكان، والارتقاء بالصحة أو تحسين نوعية الحياة. يعني الإنسان يعيش مثلا 70-60-80 سنة، تكون نوعية الحياة تكون عالية الجودة، وهذا تأتي من خلال جهود منظمة ومن خلال استهداف المجتمع أو شرائح مختلفة من المجتمع أو مناطق مختلفة من المجتمع. إضافة إلى ذلك، كما الصحة المهنية أو الصحة العامة، هناك ثلاث أشياء أساسية اللي هي أول شيء مهم منها هو عبارة عن التثقيف الصحي أو منع المرض من خلال حملات توعية وإلى آخره. هذا جانب أساسي أول. الجانب الثاني اللي هو من خلال وضع استراتيجيات أو وضع سياسات معينة حتى تحمي الناس أو السكان. والشغلة الثالثة هي عبارة عن البحوث والمعلومات. طبعا الصحة المهنية والصحة الطب المجتمع يشاركون بأهداف مماثلة. دكتور، إذا بتعطيني يعني أمثلة أو أهم النشاطات اللي تعنى أو ترتبط بالصحة المهنية في دبي. بالنسبة هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل هيئة الصحة في دبي لتحسين دور الصحة المهنية، منها على مدار السنة بشكل مستمر، ومنها مثل هذا اليوم اللي نحتفل احتفال كبير لتحسين بمشاركة في اليوم العالمي للعمال. طبعا هناك مبادرات كثيرة، هناك أعمال كثيرة. أقدر أختصر لك جزء منها، هي كثيرة كثير، لكن أعطيك أمثلة معينة. مثلا منها هي تشجيع أن يكون هناك بيئة عمل ملائمة. أنت تكون توفر بيئة عمل ملائمة راح تمنع الأمراض، راح تمنع التنشن، راح تمنع أمور كثيرة.
كذلك مثلا اختبارات صحية أو اختيارات صحية، كذلك مثلا وجود عيادة الصحة المهنية. هذه العيادة تتابع الموظفين واحتياجاتهم، تقوم جميع تقدم جميع الخدمات المناسبة، منها فحوصات، منها نصائح، منها كشوفات إلى آخره. لها دور كبير تخدم الموظفين في الهيئة. إضافة إلى ذلك جانب آخر هي حملة التوعية. أيضا حملة التوعية هاي تنقسم إلى قسمين، منها داخل الهيئة ومنها خارج الهيئة اللي نستهدف بها المجتمع المحلي. طبعا هذه حملات التوعية تعتمد على أمور كثيرة، منها من خلال البحوث أو الأولويات اللي تحدد إن أما نستهدف مثلا أمراض معينة أو نستهدف شريحة معينة من الموظفين أو العمال أو مناطق معينة حتى التخلص أو تحسين الوضع الصحي لهم. أيضا طبعا إحنا مثل ما نعرف أنت، إحنا قبل المرض لازم تكون ممارسة صحية صحيحة. هيئة الصحة دبي تشجع الموظفين والعاملين والمجتمع المحلي على ممارسة العادات الجيدة حتى تتحسن المجتمع، وكذلك التخلص من العادات السيئة. منها مبادرات كثيرة حول ممارسة الرياضة بشكل مستمر، الأكل الصحي وتجنب الأكل غير الصحي، الابتعاد عن التدخين، تعريفهم بالمخاطر والابتعاد عن الأمور اللي تسبب المرض، وكذلك توفير البيئة الصحية. طبعا هي بيئة العمل ليست فقط النظر إلى المكاتب أو المباني، لكن تحتاج إلى نظر إلى بيئة عمل مناسبة وصحة الموظفين. هذا هو الأساس في الصحة المهنية. طيب دكتور، بالإضافة لذلك اليوم مثل ما شفت هناك احتفال سنوي في هذا اليوم. أنا أبغي أسألك حين يعني اليوم يوم العمال العالمي، ليش أول شيء اخترنا هذا اليوم للاحتفال فيه؟ وأيضا إذا بتعطينا يعني نبذة سريعة عن أهم الفعاليات والأنشطة اللي تصاحب هذا اليوم. نعم، هو مو إحنا اخترناه، هو العالم اختاره هذا ليش اليوم. ليش تم اختياره؟ هناك اتفاق عالمي على هذا اليوم. هذا إلى فيه سر تاريخي كبير. أنا أذكر لك أربع أو خمس محطات فيه. يعني هو الفكرة بدأت في استراليا في 21 أبريل 1856. فكروا بهذا اليوم بعد إضرابات وبعد مشاكل بين العمال والعامل. الحدث الأكبر صار في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية في 1 مايو. عمال أضربوا وصارت مشاكل بينهم وبين الشرطة. الإضراب هذا كان بسبب العمال كانوا يشتغلون ساعات طويلة من العمل، حاولوا يقلصون يعني هذه الساعات حتى تكون يوفروا الجو. هذا يوم المشاكل يعني. هو هي بداية مو مش يعني كان فيه مشاكل، لكن بالنهاية اتفق الجميع بأنه هذه الفئة من الناس يحتاجون إلى رعاية أفضل، يحتاجون صحيح. إلى قوانين، يحتاجون إلى حماية. أيضا بعدها بدأت الثورة الصناعية في 1870. حصل تغيير كبير لأنه الناس انتقلت من الزراعة إلى الصناعة عندما بدون انتقال غير منظم، لذلك واجهوا مشاكل ما كان متهيئين في المعمل، مخاطر، وفيات، جروح إلى آخره. وهذا هو جوهر مفهوم الصحة المهنية، أنك أنت كيف تنظم البيئة العامة للعمال والموظفين. دكتور أنا اسمح لي باخذ هذه المداخلة من أبو حمد. صباحك الله بالخير أبو حمد. صباحك الله بالخير الأخ محمود. يا هلا يا تفضل يا سيدي. الموضوع يعني في شق واحد هو المتعلق بموضوعكم اليوم بالنسبة للعمالة. نعم. اللي هو ما أدري مقترح تكون لوزارة الصحة ولا هيئة دبي ولا هيئة الصحية. أي نسمع. اليوم لو عندك أنت فيها مساعدة تمام. نعم. بعد يعني بعد قبل السنتين أنت فحصت، وفي خلال هذه الفترة سواء كان يعني المطاعم أو الفئات المساعدة اللي في البيوت راح بلده تمام. البلاد في بعض البلاد فيها أمراض كثيرة منتشرة مثل الكبد الوبائي، مثل السل، مثل أمراض جلدية. نعم. يعني ليش مثلا ما تكون هناك تثقيف أولا للناس، وبعدين يعني اشتراطات إذا كان يعمل في مطعم أو كان في بيت يعاد فحصه برسم رمزي إذا كان قبل الإقامة الجاية، يعني طلع يا عندك اشتغل لفترة مثلا أقل من السنتين وراح لأي ظرف سافر بلده ورجع، لما يرجع ما بينفحص محمود. عرفت؟ فممكن يكون تتلقى بعض الأمراض، فلو كان لحماية المجتمع ولحمايته هو لحماية الناس المحيطين به
خاصة إذا كان في مطعم، يعني مثلا تكون بالنسبة لبعض الأمراض اللي هي المعدية واللي فيها مثلا في بعض البلاد منتشرة، يعمل له فحص، إعادة فحص بسيط برسم بسعر رمزي، حتى إني أنا أحمي الأسرة أو أحمي الناس اللي في هذا المطعم من انتقال واضح الإيجاد. واضح. انا يعني بس يعني اللي انت تطلبه يعني شيء جيد، بس انا بقول لك السعر الرمزي اللي هو سعر تكاليف الفحوصات الطبيه من غير اي شيء، فهذا السعر يعني اللي انت تشوفه التكاليف هذه للفحوص المعديه محمود، اي للامراض المعديه مش لكل شيء الفحص، اي بس هذا الامراض واحد اللي في البلد اثنين هذه محمد جاي منها، ويكون الناس قادره على مثلا الاسره قادره على مثلا الفحص هذا شوف ابو محمد، ابو محمد هي 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 المساله ترى مو بس مساله العام السيارات، نحن لما نتكلم عن امن صحي نتحدث عن يعني كل المنافذ، كل المنافذ اللي تدخل على الدوله، حتى الزائر، حتى اللي بيدخل ترانزيت، هذا اللي نحن نتكلم عنه وهذا اللي قاعد طيب يصير. انا هذا اللي الحين إيه؟ انت وهذا اللي قاعد يصير، انا ابشرك اللهم لك الحمد الحين يعني الحين انت اذا سافرت بس شغلتك وردت محمد بس بقول لك شغله موجود. اي انا معاك، انا اتمنى، انا ما اقول لك انا ضد المساله، ولكن هل هي حاجه فعليه ام لا؟ يعني نحن نحسبها بهذا يعني الشكل، وهم مثلا ايضا وبائيه اثناء سفرها ولا تلقت محمد والله فاهم فكرتك، والله فاهم فكرتك، وانا خليتك تقولها للاخر وانا اتفق لا معاك معاك زين، بس انا الفكره أنا وين عندي اقول لك، يا انا اطرح تساؤلات ابو محمد. حمايه الناس قصدي شو اللي اقصده محمود؟ المقصد ان انت بدل ما يجي هذا وحامل مرض البلد اللي منتشر فيه هذا المرض ودخل في الاسره او اشتغل في مطعم وممكن يكون مثلا قد يتسبب في عدوى للاخرين، طيب ليش ما ينفحص الامراض هذه اللي هي منتشره في بلده فحص بسيط ومبلغ معقول واحمي انا المجتمع واحمي الاسره اللي تخسر؟ هذا اللي انا اتكلم فيه. طيب هو يعني هذا المخرج والتثقيف الاسر في هذا الموضوع. اقتراحك طيب، نحن ما اطرحها اليوم، ولكن انا بعد اقول لك يعني احيانا اذا الواحد بيمرض ولا شيء ما له علاقه، انا بقول لك تاثرت اسره بكبد وبائي بسبب ان شغالتهم راحت فتره قبل السنتين ورجعت وتعادت البنت الصغيره، فهذا يعني واقع قبل كم سنه. فانا شو اللي انا اقول هل مثلا يعني فحص وسويت ثقافه والمبلغ معقول للامراض المعديه في هذا البلد، وأكون حتى في المطاعم محمود، المطاعم مصيبة في المطاعم. صحيح. إذا كان عامل مطعم سافر وجاب مرض وانت فحصته قبل سليم وراح في هذه الفترة قبل فحص القادم، فهذه فيها خطورة. فهل في مجال مثلا ان نعمل حاجة نحمي ان شاء الله؟ اقتراح طيب، اقتراح طيب اذا كان بالفعل يعني. هذا جزاك الله خير يا ابو محمد، مشكور يا سيدي. سامحنا دكتور احنا طولنا يا ابو حمد، لكن دائما نقول البرنامج اصلا للمستمعين، يعني حتى لو احيانا نتحدث عن بعض المواضيع، لكن اذا حد من المستمعين عنده اي استفسار او اي شيء البرنامج لهم هم في الاولويه، حتى لو كان خارج نطاق الموضوع الرئيسي اللي نحن نتكلم عنه الان. دكتور انا بحاول اختصر المسألة، انا عندي تقريبا 3 دقائق، فابغي اتكلم. أول شيء شو تعليقك على مكالمة أبو حمد؟ طبعا هذا آراء مهمة جدا، لأنه أنت تعرف إذا ما تأخذ يعني الناس تعطيك انطباعاتها ما تعرف اللي يصير. طبعا هو أشار إلى نقطة مهمة، لكن إحنا أيضا نحتاج إلى إجراء إلى بحوث نعرف حجم المشاكل مثل هذه. طبعا إحنا هناك في سياسات وقوانين ورجوليات، يعني في هاي إحنا ملتزمين بها. الحمد لله نحن دكتور يعني إجراءات الأمن الصحي عندنا في إمارة دبي، أنا بتكلم أو بتكلم عن دولة الإمارات، ولكن في إمارة دبي لأنه مطلع عليها إجراءات صارمة جدا وقادرة على احتواء يعني اللهم لك الحمد الكثير من الأمراض المعدية والكثير من الأشياء، وواجهنا أكثر من شغلة والحمد لله يعني الحمد لله هناك حماية كبيرة للمجتمع من الأمراض جميل. نعم. ونحن نبغى نطمن الناس بهذا الموضوع لأن هم ما شاء الله عليهم شغالين 24 ساعة. أيضا دكتور بس على السريع، ما هي أبرز الأمراض المهنية ومن هي الفئة الأكثر تعرضا لها على السريع دكتور لأن عندي دقيقتين. نعم طبعا الأمراض هذا السؤال يعني تصنف الأمراض حسب الوظائف، هناك مجموعة من الوظائف ترتبط بها أمراض معينة، تختلف المخاطر المهنية من كل وظيفة لأخرى ومن كل بيئة لأخرى. هناك مخاطر مشتركة في الوظائف، مثلا أذكر بعض منها بس مو كل شيء، مثلا لاختصارا مثلا
الحساسية أو الأكزيما اللي خاصة يتعاملون بالمواد الكيميائية، يكون يعني نسب الإصابات بالحساسية تكون أكثر من الآخرين. التوتر النفسي اللي خاصة الناس اللي يعملون ساعات طويلة، أو هناك بيئة عمل غير صحية في المكاتب أو المعامل أو المنشآت الصحية. الربو المهني مرتبط بشكل كبير مع عمال المخابز. الجهاز العضلي أو العظمي مثل آلام في الظهر أو آلام في الرقبة، خاصة اللي يشتغلون ساعات طويلة في المكاتب وعينهم على الكمبيوتر طول، ورقبة يعني الرقبة تبعهم مو بشكل صحي، مرات يتعرضون إلى هذه الأمراض. لكن مع ذلك حتى لو كانت نفس الوظيفة، تختلف المخاطر المهنية باختلاف طبيعة العمل أو بيئة المكتب. ممكن أن تختلف من مكتب لمكتب، من منشأة لمنشأة، أو من دولة لأخرى. جميل دكتور، وايد محاور عندنا نحن نتكلم عنها، ولكن نحن نبغي نقول كل عام وجميع العمال في العالم وليس في دولة الإمارات بألف خير. شاكرين لك دكتور كاظم العبادي، مستشار أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذه المعلومات ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. شغلة أخيرة، هي الصحة المهنية عبارة عن مسؤولية الجميع ليعيشوا في بيئة أمينة ومطمئنة، وإن شاء الله تتحقق، وإن شاء الله دائما نكون مجتمعنا سالم وبصحة جيدة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا لك دكتور كاظم العبادي. أيضا كل الشكر لنجاة السويدي كانت معنا في التنسيق اليوم، كل الشكر لنور نزال في إعداد هذه الحلقة، عيسى سبيل في الإخراج. عيسى اليوم أشوفك أنت سرحان، مو بنا، أنا سرحت شوية بس. أمورك طيبة؟ تعبان؟ مريض؟ شيء؟ حاضرين ترى؟ طيب، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العدو، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.